السلام عليكم، والله يسعدك. لأوقاتكم بكل خير. اليوم إن شاء الله راح أجاوب على كل الأسئلة اللي انطرحت علي بخصوص الطحين. بس قبل ما نبتدي عندي لكم ملاحظة حبيت أقولها بالأول لحتى تنتبهوا لها. الفرق بين الطحين العادي والطحين الكيك هي نسبة البروتين، أوكي؟ فكيف نحن نعد نسبة البروتين في الطحين العادي؟ تابعوا معي الفيديو للآخر لحتى تعرفوا. فمثل ما أنتم شايفين هنا عندي انواع من الطحين، هذا طحين عادي، هذا طحين محسن، وهذا طحين ذات التخمير. بالنسبه للطحين العادي هو طحين جميع الاستعمالات اللي نقدر من نعمل منه كل شيء، يعني هو اللي نستخدمه دائما عندنا بالبيت. الماركه اللي انا دائما استخدمها واللي هي هذه الكويتي، وفي ايضا هذا اللي هو البيست ميكس، بس انا افضل الكويتي دائما. هنا عندنا هما حاطين انه طحين للحلويات، يعني هذا الفرق انه هذا محسن، يعني جودته احسن من هذا شوي، يعني مو حاطين عليه اي اضافات بس جودته احسن. ثم نيجي لثالث واحد واللي هو الطحين ذات التخمير. ذات التخمير يعني بيكون حاطين فيه الخميرة وبيكون حاطين عليه الملح، يعني هذا الطحين ذات التخمير اذا كانت عندي وصفة كيك اعملها احطه، بس ما احط كمية الخميرة اللي موجودة بالوصفة. مثل ما شفتوا هنا ما في طحين الكيك، اوكي؟ لانه طحين الكيك نحن نعمله بالبيت. كيف يا امل؟ بالعاده الطحين العادي لجميع الاستخدامات بتكون فيه نسبه من 11 الى 10% بروتين، وطحين الكيك بتكون فيه نسبه البروتين 8% فقط، اوكي؟ طبعا طحين الكيك اكثر وصفات نستخدمه فيه مثل الشيفون كيك، اللي هي الشيفون كيك سبق ونزلتها، وهي اللي طلع عندكم هنا صورتها، بتكون كيكه جدا خفيفه وهشه. ايضا نستخدمه بالانجل فود كيك اللي هي كيكة الملائكة، هذه صورة من النت بس حبيت افاجئكم اياها. طبعا احنا كيف نخفف نسبة البروتين في الطحين لحتى نحوله الى طحين الكيك؟ ببساطة بجيبوا كوب واحد من هذا الطحين اللي هو جميع الاستخدامات، كوب واحد واللي هي 130 جرام. بعد ما نقيس الكوب ناخذ منه ملعقتين من الطحين ونضيف لهم ملعقتين من النشا اللي هي نشا الذرة او نشا البطاطا، اي واحد متوفر عندكم. النشا اللي هي المايزينا، اوكي؟ يعني لكل كوب طحين ننقص منهم ملعقتين من الطحين ونضيف لهم النشا، ثم ننخلهم تقريبا من 4 إلى 5 مرات، ننخلهم يعني نغربلهم لحتى نتاكد ان ذرات النشا والطحين كتير انمزجوا مع بعض. في بنات يسألوا أوقات أمل هل أقدر أبدل الطحين العادي بطحين الكيك؟ أنا صراحة أفضل تلتزموا بالوصفة، إذا الوصفة فيها طحين عادي فحطوا طحين عادي. المهم بالكيك أنكم ما تخلطوا كتير منيح، لأنه إذا خلطتوا الكيك كتير في شيء اسمه الجلوتين بالطحين اللي هو البروتين النباتي اللي يكون موجود بالطحين، هذا مع العجن والخلط يتحول إلى القوام المطاطي، فاذا تحول زي كده في الكيك بيطلع عندكم الكيك قاسي. فمثل ما انتم شايفين هذا هو الجلوتين، بعدين راح اكلمكم عليه. بالنسبة للدقيق ذات التخمير، طبعا هذا هو اذا كان عندكم جاهز استخدموه، اذا ما عندكم جاهز ببساطة تعملوه بالبيت. بتاخذوا كوب واحد من الطحين العادي اللي تستخدموه دائما، بس يكون نوعيته منيحة، كوب اللي هي 130 جرام، بتضيفوا عليه ملعقة ونص صغيرة من البيكنج باودر اللي هي خمير الحلويات، تطلع 7 جرام، وربع ملعقة صغيرة من الملح، يعني رشة ملح، اوكي؟ يعني ما بنضيف عليه لا نشا ولا شيء. ملاحظة، لما يكون عندنا أي وصفة كيك فيها بيكنج باودر وبيكنج صودا اللي هي بيكربونات الصوديوم، ممكن نستخدم الدقيق ذات التحمير، ولكن ما نحط البيكنج باودر، بس نحط البيكنج صودا ضروري، لأنه الوصفة اللي احنا عندنا هنا ما فيها بيكنج صودا. هذه الملاحظة اللي جدا مهمة. يعني اي وصفة كيك عادية شيلوا الطحين اللي فيها واستخدموا ذات التخمير، ولكن اذا عندكم بيكنج سودا بالوصفة لازم تضيفوها، اوكي؟ نجي الان الى الجلوتين. هذا البنات سألوني امل ليش يستخدم الجلوتين في المعجنات، لانه في ناس كتير حاليا صاروا يستخدموه. حبيبي الطحين العادي فيه نسبة من الجلوتين. الجلوتين مثل ما سبق وذكرت هو البروتين اللي موجود بالقمح، هو عبارة عن بروتين نباتي. طبعا هذا الجلوتين بالنسبة للناس اللي عندهم حساسية من الجلوتين هذا يعتبر لا قدر الله سم قاتل، لأنه بس جلوتين هذا مو طحين. حاليا في ناس تاخده وتعمل منه ملعقتين بالمعجنات، ليش؟ لأنه نحن عندنا الطحين بتكون فيه نسبة من هذا البروتين اللي هو الجلوتين، فنحن كل ما عجننا العجين هذا الجلوتين هو اللي يعطي للعجينة القوام المطاطي، اوكي؟ فنحن لما نضيف الجلوتين زي كده بودرة الى العجينة بتطلع عندنا عجينة مرنة ومطاطية اكتر، يعني بتكون عندنا عجينة افضل.
هل ضروري نستخدمه؟ أنا أيضا بنضيف نسبة بروتين إلى الوصفة. هل ضروري نستخدمه؟ أنا أقول لا، يعني إذا عجنتوا العجينة كتير منيح فخلص راح تحصلون تقريبا على نفس النتيجة. غير كده يعني منتج يكلف يعني مو لهذيك الدرجة أنا أشوف إنه يستاهل، بس إذا حبيتوا تستخدموه استخدموه. هذا الحلو. في ناس كتير يسألوني، بنات من المغرب بيسألوني أمل وش كاين الفينو في السعودية. أوكي بنات كتير يسألوني سواء من المغرب أو من خارج المغرب، أمل إيش هو دقيق الفينو؟ أمل هل موجود مثلا دقيق الفينو في السعودية؟ الفينو هو هذا يا حلوين، هو سميد القمح الصلب. أوكي كتير نستخدمه بالمغرب العربي، هو زي ما أنتم شايفين هنا بيجينا يعني أنعم من السميد الناعم ولوني كده على أصفر، يعني استخدمه بكتير معجنات. أحسن ماركة موجودة بالسعودية واللي هو هذا، هذا ماركته إيطالية، كتير حلوة، بس اللي مو حلو انه سعرها ممكن يكون غالي شوي بالنسبة للبعض، لانه هذا الكيس اتوقع كيلو، يا كيلو سعره 18 ريال وشوي، وفي كيس ثاني اكبر منه سعره 48 ريال. طبعا هذا يا حلوين اذا لقيتوه وقدرتوا تشتروه اشتروه، ممتاز، حتى انه هو اللي تنعمل منه عجينة المكرونة. اذا حسيتوا انه سعره غالي عليكم استخدموا السميد اللي هو الناعم، في سميد يقولوا له طحين الفرخة او دقيق الفرخة زي كده، المهم بيكون مكتوب فيه سميد ناعم جدا، حتى هو ممتاز بكل الوصفات اللي تحتاجون فيها الى الفينو. خلاص يا حلوين هذا كل شيء عن الطحين. طبعا انا تكلمت لكم اليوم عن الطحين العادي، في انواع كتير تانية من الطحين وكل واحد استخدامه وكل واحد وفوائده، هذا اهم شيء. زي لما تستخدمون طحين الكينوا او طحين الحنطة او طحين خلنا نتفكر طحين الحلبة وطحين الحمص، طبعا لو سووا لهم وصفاتهم الخاصة واكيد لهم فوائدهم الكثيرة. فانتوا حاولوا دائما تلتزموا بالطحين اللي عندكم بالوصفة. ان شاء الله يكون الفيديو لليوم عجبكم وجاوب على كل الاسئلة اللي كانت في بالكم. شكرا متابعتكم، الله يسعدكم يا رب، واشوفكم على الف خير بالفيديو الجاي، ومع السلامة.